رياضة من أونلايف، أهلا بكم. أقيم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل مهرجان اعتزال حسام غالي كابتن فريق الأهلي، وذلك بحضور خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والكابتن حسام البدري المدير الفني، بالإضافة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم. ويلتقي الأهلي مع أياكس الهولندي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية يوم 11 من مايو المقبل بمناسبة اعتزال حسام غالي. وقال حسام غالي كابتن النادي الأهلي أنه فكر في إقامة مباراة اعتزاله مع أكثر من نادي في الدوري الإنجليزي، إلا أنه في النهاية اختار أياكس لعدم ارتباطه في هذه الفترة، إلى جانب أنه من الأندية الأوروبية الكبرى. والله احنا فكرنا كتير برضه، أنا ومينا ونادر شاوي اللي قاعد قدامنا، الراجل وكيل أعمال اللي قاعد قدامنا ده، فكرنا في كذا حد يعني، لكن في الفرق عندها ارتباطات في الدوري الانجليزي لسه ما خلص البطوله بتاعته، الايطالي برضو نفس الموضوع، اسباني نفس الموضوع، فكرنا في فاينورد طبعا، بس عندهم برضو مشكله، عندهم ماتشات في نفس التاريخ اللي احنا اخترناه يبقى يوم الاعتزال ان شاء الله، فعشان كده اللي كان قدامنا اياكس. اياكس نادي كبير طبعا في هولندا، كان اقرب حاجه لينا يعني، لكن احنا فكرنا في كذا نادي، لكن المتاح كان أكثر حاجة وأنسب حاجة ونادي اللي كنت في أوروبا وفي هولندا كان أياكس. وقال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يتمنى التوفيق لحسام غالي كابتن الفريق، مؤكدا أن أي مدرب يتمنى في الفريق وجود لاعب بقدرات غالي لما يمتلكه من روح البطولة والإخلاص في العطاء والتفاني في أداء الواجب. أي مدرب يتمنى أن يكون معاه لاعب زي حسام غالي، صفات كثيرة جدا يتصف بيها، إيجابية ليه كلاعب بشكل فردي، للمجموعة اللي بيشتغل معاها بشكل جماعي، فبتساعد أي مدرب بشكل كبير جدا على روح معينة أعتقد إن إحنا محتاجينها في النادي الأهلي، وهي روح البطولة اللي إحنا طبعا متربيين عليها ولازم تبقى موجودة عند أي لاعب موجود في النادي الأهلي. علشان كده بقول إن حسام غالي لو صنفنا حسام غالي بقول النادي الاهلي فيه لعيبه كتير جدا جت على مدار التاريخ الطويل طويل التاريخ المشرف بالنسبه للنادي الاهلي، لكن اقدر احط على قمه الهرم اللي فيه اللعيبه المميزه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. ووجه الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي بالنادي الاهلي الشكر الى حسام غالي كابتن الفريق على ما قدمه مع الاهلي خلال مشواره الكروي، متمنيا له التوفيق في حياته المقبله سواء على المستوى الشخصي او العملي. النهارده انا بعتبر الحياه كلها عباره عن محطات بتبدا ومحطات بتنتهي، محطه بتنتهي بيك لعيب النهارده، ولكن بتبدا ان شاء الله في مجالات اخرى حسب رغباته وحسب استعداداته وحسب اتجاهاته وحسب ما يهدف اليه في ان شاء الله في المستقبل، سواء في الناحيه الرياضيه او في الناحيه الخاصه به في الحياه العامه. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان احنا نوفق في اقامه مهرجان يتناسب مع حجمه ومع اسمه مع عطائه كبير جدا للنادي الاهلي، ودي اعتقد من احد السمات اللي النادي الاهلي بيتميز بيها في علاقته بنجومه، عملية التقدير وعملية الاحتفال بيهم في كل المواقف اللي بيمر بيها على مدار حياته. وأكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي أن النادي الأهلي يوجه الشكر لغالي على تعاونه مع زملائه ومدربيه وكل عناصر المنظومة من أجل النادي الأهلي وأسعاد أعضائه وجماهيره، مشددا على أن غالي قيمة كبيرة بالنسبة للجميع. حسام غالي قيمة كبيرة جدا للنادي الأهلي، إنجازاته ومساهماته في تحقيق الأرقام القياسية اللي النادي الأهلي وصل لها، النادي الأهلي وصل لهذا المستوى العالمي بأبنائه اللي بيمثلهم حسام غالي. حسام غالي بيعتزل النهاردة، بس احنا بنقول إن شاء الله لازم يكون له دور، ومازال هو له عنده قدر كبير من العطاء، بنتمنى ليه كل التوفيق سواء في المجال الخاص او المجال العام في خدمه النادي الاهلي برضو. الحقيقه احنا بيهمنا المهرجان ده يكون على اعلى مستوى، وبيتم
في الدولة الشقيقة الإمارات العربية. ومن الغالي لأبو مكة، حيث حصد النجم المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك في الحفل السنوي 45 لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية. ونال صلاح الجائزة متفوقا على البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الذي حل ثانيا، وهاري كين مهاجم توتنهام الثالث، وديفيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، وليروي ساني مهاجم مانشستر سيتي. ويعد صلاح ثاني لاعب عربي يتوج بهذه الجائزة بعدما فاز بها الجزائري رياض محرز عام 2016، وهو العام الذي شهد تتويج فريقه ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. يذكر أن فخر العرب يتصدر هداف البريمير ليج برصيد 31 هدفاً. قال محمد صلاح عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي إنه شرف كبير له أن يفوز بهذه الجائزة، خاصة أنها جاءت من زملائه اللاعبين، ومؤكدا أن هدفه من اليوم الأول له في البريمير ليج هو تحقيق النجاح. مساء الخير جميعا، انه شرف لي لان ارشح لهذه الجائزة، وخاصة انها يصوت عليها اللاعبين، وانا سعيد وفخور لان اكون هنا من اليوم الاول الذي لعبت فيه في البريمير ليج. اردت ان اكون ناجحا جدا، وانه كان واضح في ذهني انني ساعود الى البريمير ليج، وانني ساجعل الجميع يشاهد كرة القدم التي العبها. انا سعيد بهذه الجائزة وسعيد بزملاء اللاعبين، واتمنى مشوارا جيدا في دوري الابطال. وأضاف فخر العرب أنه سعيد بتسجيل 31 هدفا في الدوري الإنجليزي، ومتمنيا أن يكسر الرقم القياسي بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في أقل عدد من المباريات، ومساعدة كل زملائه في الفريق. كشخص مختلف ولاعب مختلف، ولكني كما قلت لك من قبل، هناك العديد الذي لا يزال قادم في تاريخي، واعتقد انني قد حققت 31 هدف، واتمنى ان اكسر الرقم القياسي في احراز اكبر عدد من الاهداف في اقل عدد من المباريات. اولا انا العب من اجل الفريق، وانا اعطي تمريرات حاسمه كثيره، وانا العب للفريق وليس لنفسي، وانني هنا تتاح لي الفرصه لان اشكر زملائي ومدربي، ولهم الفضل في كل ما انا فيه الان، وبدون لاعبي فريقي وزملائي ومساعده كل زملائي لي كنت لن اكون واقفا هنا، وانهم يعطونني الفرصه لاحرز. وشدد صلاح على أن مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا شيء خاص بالنسبة له، لأنه يمتلك ذكريات رائعة مع هذا الفريق، ولا يزال يرتبط بصداقات قوية مع أغلب لاعبي الفريق، مؤكدا سعيه مع زملائه في ليفربول لتحقيق اللقب الأوروبي. إن مواجهة روما شيء خاص، والجو العام في أنفيلد جو رائع جدا، وأنا متحمس لمواجهة روما، وهناك العديد من الأصدقاء لي هناك، ولازلنا أصدقاء حتى الآن. أنا متحمس جدا لمباراة يوم الثلاثاء، أعتقد أننا نلعب كل مباراة على حدة، وأنا أشعر بالراحة بشأن هذا، وأننا سنبذل قصارى جهدنا لكي نفوز بطولة دوري أبطال أوروبا. وبدوره هنأ الألماني يورن كلوب المدير الفني ليفربول الإنجليزي نجمه وهدافه الدولي المصري محمد صلاح على فوزه بلقب الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز عن طريق رسالة متلفزة تمت إذاعتها خلال الحفل بعد إعلان فوزه بالجائزة. أهلا سيدات والسادة، أهلا مو، إذا رأيت هذا ما أقوله فأنت واضح أنك قد فزت بالجائزة. الجائزة تهانئي. إنه في عالم كرة القدم أن تفوز بجائزة فردية هو شيء جميل، لأنها لعبة جماعية، ولكن هذه الجائزة تأتي من الشخصية وتأتي من زملائك اللاعبين، ولكنني سعيد جدا أن كانت لي الفرصة أن أكون مدربك خلال العام.
إنه لشرف كبير، شرف كبير لي، وأنا فخور بك، وأعتقد أن عائلتك أيضا فخورة بك. تهانئي القلبية. إنه كان مشوار رائع حتى الآن، ولكن هناك بعض الياردات المتبقية. كل التهنئة وكل الأمنيات لك هنا في فريق ليفربول، والآن احضر الجائزة وتعالى لأننا سنلعب يوم الثلاثاء. وفور إعلان فوز مو صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، انطلقت الاحتفالات في قرية نجريك بمحافظة الغربية مسقط رأس اللاعب، والتي كانت تتابع الحفل، وكذلك كل المدن والمحافظات في مصر. وحرص أهالي القرية على تهنئة أسرة اللاعب وأصدقائه بهذه الجائزة التي لم يسبقه إليها أي لاعب مصري من قبل. يذكر أن صلاح ينافس أيضا على جائزة الحذاء الذهبي في إنجلترا بتصدر هداف البريمير ليج برصيد 31 هدفا. تختتم اليوم منافسات الجولة 33 من الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي المقاولون العرب بفريق طلاع الجيش 6 مساء اليوم على ملعب استاد الدفاع الجوي. وكانت نتيجة مباراة الدوري الأول انتهت بتقدم طلاع الجيش بهدفين دون رد. وفي مباراة أخرى يحل الاتحاد السكندري ضيفا على مصر مقاصة 8:15 مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي. وكانت نتيجة الدوري الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. وفاز الزمالك على الأسيوطي سبورت بثنائية مقابل هدف باستاد القاهرة في الجولة 33 من الدوري الممتاز. سجل الثنائية الأبيض كل من محمود علاء وأحمد مدبولي، بينما أحرز عمر فتحي هدف الأسيوطي. وغابت الانتصارات عن الزمالك منذ فوزه على الرجاء بالجولة 29، حيث تعرض للهزيمة من الإسماعيلي والمقاصة والاتحاد، ثم تعادل مع المقاولون. ويعد هذا هو الفوز الأول مع مدربه المؤقت خالد جلال، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة ويسترد المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الأسيوطي عند 41 نقطة في المركز الثامن. واصل الأهلي مسلسل الانتصارات وتخطى عقبة مضيف بتروجيت بهدفين مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري. يعد هذا الفوز هو 27 للأهلي هذا الموسم، وهو ما يعد رقما قياسيا في تاريخ بطولة الدوري. سجل ثنائية الأهلي كل من سعد سمير ومروان محسن، في حين أحرز المغربي عمر النجدي هدف بتروجيت، ليرفع الأهلي الذي ضمن التتويج بلقب الدوري رصيده إلى 85 نقطة في صدارة ترتيب البطولة. وتجمد رصيد الفريق البترولي عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر. كلف الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر محمد أبو العلا طبيب المنتخب بعمل تقرير شامل عن حالة رامي ربيعة مدافع الأهلي وآخر تطورات إصابته بالمرحلة الماضية للإشراف عليها وتحديد المدة الزمنية التي سيعود فيها اللاعب للتدريبات تمهيدا لضمه لقائمة كأس العالم. وتعرض رامي ربيعة للإصابة بالعضلة الضامة مع فريقه قبل ختام مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، ابتعد على إثرها أكثر من 3 أشهر للعلاج في ألمانيا. يعد ربيعة من أحد الأعمدة التي يعتمد عليها كوبر خلال المباريات، ويرغب في ضمه إلى نهائيات كأس العالم المقبلة بروسيا حال تماثله للشفاء. مشاهدينا الكرام، نشرتنا الرياضية ما زالت مستمرة ويأتيكم فيها بعد الفاصل. مانشستر سيتي يحتفل بالفوز بالدوري الإنجليزي بخماسية في سوانزي.